ماني مصدق هالشي. أنا ما عم صدق منوب إنه فديا عملت كل هذا بس لتبقى بالبيت. هي ما كانت حكت كل هالحكي عن سندورة ولا اتهمتها قدامنا لو ما كان في بإيدها دليل واضح على هالشي. يا ترى هذا بيعني إنه سندورة كانت فعلا ناوية إنها تعمل شي؟ بس بالنتيجة سندورة ما تغيرت بالمرة عن ما كانت عليه. لا أنا ما تغيرت سندورة. ما تغيرت بالمرة. بس مع هيك يا فديا ما رح تقدري تثبتي شيء ابدا ضدي ابدا. اذا كان اللي عم فكر فيه صحيح فانا لازم اعرف الحقيقه كلها. لو سمحت بترجاك كلك شي لقمة. انت من الظهر ما اكلت شي ابدا. والله بعرف انك انت معصب مني بس صدقني انا ابدا ما بيهون علي حالتك هي. انا لحد هاللحظة مو قدران صدق. لك كيف بتعملي هيك؟ قولي شو السبب؟ قولي. اسمعني شوي، أنا ما كانت نيتي أبداً إني أأذيك أو ضايقك، بالعكس. بس صدقني في كتير حقائق كان من الضروري كتير إنه تنكشف وتعرفها. والله صدقني أنا ما حاجفة. بكفي. أنا عن جد ما عاد قدران أسمع ولا كلمة منك. اختي اللي ربتني ربتني وكأني ابنها، ولعلمك انه اختي هي اقوى ركن بهي العيله، واتهامك لإلها يعتبر بالنسبه لإلي غلطه كتير كبيره وما بتنغفر بهم. بعرف انه اللي عملته لحتى اكشف الحقيقه أذاك كتير، والرباط القوي اللي جمعنا انخرب مره تانية. وبعرف إنه بهالفترة هي أنا شو ما عملت قد ما حاولت ما رح أقدر أنقذ هالعلاقة من جديد، لأنه أنت أهم شخص بالنسبة إلي صدقني. وحتى لو هالشي كان على حسابي أنا وعلى حساب علاقتنا أنا وياك وزواجنا، أنا رح أنقذك. أنا رح أنقذك من سندورة وبأي ثمن، وأنا مستعدة إني ضحي بحياتي مشان هالشي بوعدك. سهري ناولني خبز. عندي شغل ضروري بالمكتب ومضطر اروح، عن اذنكم. ساهر هلا قلت بدك خبز، وين رايح؟ ما عاد بدي وماني جوعان. لحظة بس ساهر، اسمعوني، أنا حابة أقول شيء قدام الكل. عهد. حاضر. ساهر أنا ملاحظة عليك إنه لساتك متضايق من الشيء اللي صار مبارح. شوف حبيبي، نحن كلياتنا منكون عيلة واحدة، وكمان كلياتنا بشر، كل البشر بيرتكبوا أغلاط، صح؟
مشان هيك ما لازم غلطة واحدة بس تعمل فينا هيك شغلات وتفرقنا عن بعضنا ببساطة. نحن هون كلياتنا عائلة واحدة، وأصلاً مشان هيك واجب كل فرد من هالعائلة يحافظ على سعادة العائلة. وكتير مهم إنه كلياتنا نتعلم كيف نقدر نسامح بعضنا البعض ونحاول إنه ننسى كل مشكلة صارت بالماضي. لازم نفكر بالمستقبل والأيام اللي جاية، لأنه إذا بقينا زعلانين رح تتفرق العيلة. فدية، بعرف إنك مقهورة كتير من جوا كمان بخصوص اللي صار مبارح، بس أنا ما بدي إياك تزعلي بنا. أنا مو زعلانة منك وما عندي شي ضدك، وإذا كان بدك الصراحة يعني أنا نسيت كل الموضوع ومتأكدة إنه أنت ما دخلك. هار شوي للعب بعقلك. على كل اللي فات مات. فدية بنتي، هاي سندورة قالت لك إنه مو زعلانة منك بالمرة، لهيك انسي أنت كل اللي صار. بدنا نعيش كلنا كعائلة وحدة بمحبة وسعادة، وبدنا نكون كلنا إيد وحدة كمان. يلا يا كنتنا الحلوة والظريفة كتير، يلا لشوف، تعي وخلينا نفطر كلياتنا سوا. يلا هلأ أنا فهمت ليش كل الناس بيحبوها لأختي. هي هي أختي، ما بتعرف الحقد، ولا حتى الكره، مع أنه قلتي لها كلام مو منيح، بس شوفي كيف سامحت ونسيت كل اللي صار. ولهيك يا ريت ما تغلطي هيك غلطة مرة تانية. أنا ما قلت لك ما عم تتصل فيني، ليش عم تتصل؟ شو أنت ما عم تفهم شو صاير لك؟ إيه الخطة بعدها مثل ما هي، والسيارة رح تمشي. لشو عم تخطط يا سندورة؟ أنيس، نحن ناويين إنه نطرح منتجنا المالي الجديد، وهذا الشيء اللي عم خطط له أنا. ايه بس هالشي موعده الشهر الجاي وعم تخططي من هلا؟ بعدين شو علاقة السيارة بخطة الشغل وطرح منتجنا المالي الجديد؟ ليك أنيس، في منافسة قوية بهالأيام، مشان هيك نحنا صار لازم نستخدم أسلوب جديد لطرح منتجاتنا. هلا شيلنا من هالموضوع.